اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. الفقره الحواريه النهارده فقره مختلفه شويه، يوم الخميس متعودين بنتكلم في ملف التحكيم وفقره الفار، ولكن الاسبوع ده في بطوله استثنائيه لمنتخب الناشئين تحت 17 سنه مواليد 2008. بدايه كانت صعبه وانطلاقه كانت مقلقه لكل المتابعين، خاصه للمراحل السنيه اللي بتشارك في تصفيات افريقيه على مدار السنوات الاخيره، ولكن من خلال جهاز وطني محترم وقوي جدا قدر يخرج من مباراة المغرب عشان يحقق انتصارات متتالية على تونس وعلى الجزائر وعلى ليبيا، عشان مش يصعد بس ويتأهل إلى لنهائيات كأس الأمم، لكن كمان يفوز بالبطولة فين؟ في المغرب اللي بالتأكيد بيستعد وعامل شغل كبير جدا. لذلك النهارده في الفقرة الحوارية بينورنا كابتن أحمد فوزي مدرب حراس مرمى منتخب الناشئين وحارس مرمى النادي الأهلي السابق، واللي اشتغل كمان مع أندية كبيرة وقوية جدا في الدوري المصري. النهارده بينورنا في برنامج الترند. كابتن احمد منور الدنيا وسعيد بوجودك معايا. حبيبي يا حمادة، وانا اللي متشرف ان انا معاك، والله اول مرة على فكرة نطلع هوا مع بعض، بس يعني احنا حبايب من زمان وربنا يديم المحبة، وفعلا برنامج الترند فارق كتير مع القناة، واتمنى لك التوفيق دايما يا احمد. ربنا يخليك، شكرا جزيلا ليك. طب هبدا معاك من الانجاز اللي اتحقق. وانتوا بتركبوا الطيارة ومسافرين المغرب، هل كنتوا تتوقعوا السيناريو اللي حصل في البطوله؟ لا، هو السيناريو ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، يعني السيناريو ده ما حدش يتوقعه تماما، ان انت تبدا باخفاق واخفاق كبير جدا، وبعدين تقدر تخش نفق، والنفق اللي انت داخله ده لازم تطلع الناحيه الثانيه وتمشي على التراك بتاعه، والحمد لله ربنا يرضيك بيه. فالسيناريو لا، احنا كان عندنا امل، كنا لما بنحسب يعني عايزين على الاقل اول مباراتين بالنسبه لنا المغرب والجزائر نطلع باربع نقاط، على اساس المغرب في اول مباراه في ملعبها وجمهورها وفرقه قوامها من ال 20 لعيب في حوالي 14 واحد، والباقي في اكاديميه محمد السادس زيهم زي اللعيبه المحترفه اللي بره. اكيد طبعا بنتكلم على الجزئيه دي. فانت بتتكلم في فرقه كبيره بصراحه، يعني امكانيات هايله كلعيبه، كل السبل المتاحه ليهم، شغالين من سنتين ونص هم وتونس، يعني يمكن احنا والجزائر وليبيا بقالنا تقريبا سنه تقريبا يعني، انما تونس والمغرب تحديدا كان بقالهم سنتين ونص شغالين مجمعين الفرق بتاعتهم. فكانت البدايه بالنسبه لنا احنا كنا عايزين اهم حاجه زي ما بيقولوا كده البدايه، ولكن البدايه كانت اخفاق واخفاق كبير. كانت مفاجاه بالنسبه لكم؟ قوي. انتوا في المطبخ بقى ومع اللعيبه وشايفين المستوى؟ قوي. احنا لعبنا بطوله شمال افريقيا الوديه مع 2007 في شهر 4، قابلنا المنتخبات دي في السن الاكبر منها واستطعنا ان احنا نكسب، يعني مثلا المغرب 2007 كسبناهم 3-1 في البطوله دي، البطوله اللي هي بتاعت الجزائر اللي كانت في الجزائر، وتعادلنا ساعتها مع تونس وتعادلنا مع الجزائر، وكسبنا ليبيا والمغرب وخدنا البطوله برده ب 8 بونت، ده برده كان رزق رب، بس كنا في 2000 بنلعب 2007. انما انت حتى الماتشات الوديه يمكن خسرت ماتشين كان فرقه روسيا لما جم لعبونا هنا، بقيه الماتشات الحمد لله بقى كنت انت ليدنج على اردن كويت، وزي ما قلت لك فرق شمال افريقيا في الدوره الوديه. اول مره نخسر ونخسر بالرقم ده، يعني ما حصلتش ان احنا نخسر، كنا بنخسر مثلا 2-1 3-2 مقبول في الكوره ما عادي، انما 5-1 بالطريقه دي وبحاله اللعيبه اللي انت تلاقي 11 لعيب في الملعب اللي بينزلوا تغيير غير موفقين ومش واقفين على رجلهم، مش عارف اسباب كتير طبعا، منها اسباب فنيه ومنها اسباب نفسيه ومنها اسباب ان احنا يمكن سافرنا قبل البطوله بثلاث ايام بس، ودي برضو فيها مشكله، يعني خلي بالك محتاجه بدري شويه بس مش بتاعتنا، مش بتاعتنا، خلي بالك دي المستضيفين، يعني كل الفرق راحت قبل البطوله بثلاث ايام مش احنا بس. تمام. فالاستضافه من المغرب كانت محدده 72 ساعه 72 ساعه كنا نتمنى، احنا كنا عاملين حسابنا نسافر قبلها باسبوع بس هم رفضوا. الاجواء عادي ممكن تسافر قبلها باسبوع، الاتحاد يتحمل تكاليف اربع ايام ما رضيوش اصلا. مين؟ المغرب. الاتحاد المغربي؟ ما رضيوش اصلا، لان هم كانوا محددين لنا فندق هننزل فيه، حتى قلنا نروح حته ثانيه وبتاع، كنا المفروض احنا البطوله دي في كازابلانكا. اول مباراه بتاعت المغرب دي لعبونا في حته اسمها المحمديه. تبعد حوالي مثلا 25 كيلو عن كازابلانكا، فاحنا قاعدين في حته بعيد عن الاربع فرق التانيين. تمام. يعني احنا كنا قاعدين لوحدينا في اول مباراه دي، مالناش دعوه باي حد، ما حدش بقى قاعد معانا، كلهم قاعدين في كازابلانكا واحنا قاعدين لوحدينا في فندق لوحدينا خالص. هو عايزك تخلص اللقاء الاول وبعد كده براحتك. بعد كده افكر بقى. بعد الماتش الاولاني ده رجعنا بقى احنا كازابلانكا وقعدنا في الفندق. دي حقيقه.
طب فين استاذ جمال علام؟ فين ايهاب الكومي؟ بص اصل دي حاجات التحديد بتاعها، لا ده دكتور ايهاب عمل اول يوم ما وصلنا قبل ما نحط الشنط قال لنا ما تطلعوش ما تحطوش الشنط. تمام. احنا هنمشي من الفندق ده، هنمشي من الفندق ده. فندق يعني كان على يعني على قد الحال يعني شويه، مع ان المغرب بتشتهر بفناديها الكبيره. امكانيات عاليه جدا طبعا. جد. ولكن كنا احنا قاعدين في فندق من غير ذكر اسامي، ما كانش يعني مش ممكن اقول لك ثلاث نجوم او اقل كمان. ودكتور ايهاب طلب ان احنا ما نطلعش الشنط، وكلم الناس في الاتحاد شمال افريقيا، وكلم الناس في الاتحاد المغربي فعلا، وجم هم جم عندنا الفندق، بس قال له ما فيش حل لان دي قريه او مدينه صغيره ما فيهاش غير الفندق ده وفندق تاني نازل فيه الحكام، فما نقدرش نحطكم على الحكام. فهي ما اعرفش بقى متبيته يعني، ما ابص اصل اللهم لا ظن. المشهد كله وصلك للنتيجه دي. بالظبط. فالمباراه كانت صعبه، خاصة ان احنا نزلنا بنهاجم وبنلعب ند بند، واحنا بنضيع وهم بيضيعوا، احنا بنضيع وهم بيضيعوا، وطلعت الشوط الاولاني خسران 1-0 وانت لسه في الجيم. بعد جون ما جه كورنر في العارضه، الكره اللي بعديها شوطه في العارضه، فهي مديك ضهرها من بدري، بس احنا نازلين الشوط الثاني ان شاء الله نتعادل ونكسب. وفعلا ضيعنا، وبعد كده في ثلاث دقائق او اربع دقائق دخل فينا ثلاث اجوان. في اربع دقائق. في اربع دقائق. بقت النتيجه 4-0. خلاص بقى كله ضلمه. عارف الجون الثاني الكره بين السرد باك والباك رايت، فده بيعزم على ده شوت وده بيعزم على ده شوت، الاثنين جم يشوطوا مع بعض وقعوا، خبطوا في بعض وقعوا، راحت للراجل حطها في بطن رجليه. الثاني الثالث الباك ليفت بيطلع هو عشان اشول، بيطلع برجله اليمين راح حاططها على نقطه البلن، الراجل بيحط في بطن رجله في الجون. الرابع الكره معانا، السرد باك عايز يرقص، راح الولد واخدها وراح مرقصه ثاني وراح رايح الجون وعمال احط يعني فاهم في ثلاث دقائق. فخلاص بقى هي اللعيبه دي اوف من بكل الجوانب بكل حاجه.